الله يا ربي تكونوا بخير. التحق بنا محمد الهشري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبي، صباح النور، تحيه ليك، تحيه لكافة السادة المستمعين. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس، احوالنا ماشي الحمد لله، رمضان ماشي كالعادة ان شاء الله. مش كالعادة، كالعادة رمضان اقتصاديا نوعا ما، مش كما العاده، ولكن روحيا الحمد لله الحمد لله متنفسين بالقدا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرج علينا زاد الازمه اللي صايره اليوم في ليبيا، واللي تغطي بظلالها على تونس مباشره. احنا الشان الليبي والشان الجزائري يعني احنا معنيين به دائما بدرجه اولى. نحاولوا اليوم ربما نعملوا قراءه في يعني انعكاسات ما يحدث اليوم في ليبيا، وخاصة في معبر راس جديد بالأساس، على التوانسة وعلى العيشة متاع التوانسة وعلى عدد كبير متاع التوانسة اللي يعيشوا من معبر راس جديد. فوالا، من نهار الثلاثاء كما قلت انت محمد 19 مارس 2024 يتواصل غلق معبر راس جدير الحدودي الى اليوم، هذا من طرف السلطات الليبيه في الاتجاهين دون الافصاح عن تاريخ اعاده فتحه. مشاحنات كبيره، توترات كبيره، ويظهر لي باش تعطل عمليه عوده النشاط الى الاسبوع القادم كان ما فماش اتفاق يرضي الاطراف الى حد الان. كما قلت انت محمد، معبر راس جدير ماهوش مجرد معبر بري، بل هو أيضا أزمة متواصلة ما فماش حل. سنوات عديدة كما قالت منيا العرفاوي اعتبرتها شوكة في خاصرة الدولة التونسية، ملف مفتوح في كل السيناريوهات، لكن اليوم ما فماش، الأمر ماهوش قاعد يتاخذ بشكل جدي من كلا الطرفين سواء التونسي أو الليبي. الحقيقة كان من المقرر أنه يدخل معنا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان السيد مصطفى عبد الكبير، ولكن اتصلنا عديد من المرات وبعد التليفون تسك. ان شاء الله المانع خير سي مصطفى، ان شاء الله المانع خير، ديما نقول ان شاء الله المانع خير، احنا رغم كل شيء ان شاء الله المانع خير. سمعتوا في اذاعه خاصه على فكره كنا اي في معازمنا حاتم بن عماره، وخذينا تقريبا المعطيات اللي قدمها معازمنا حاتم بن عماره. الواضح كما قال انه ما فماش بوادر انفراج ولا تكهنات من بوادر انفراج او توافق حيني، وزاد حتى عن انعكاسات سلبيه. حاسيلو نتناقشوا في الموضوع مع بعضنا ومع الناشط السياسي سهيب المزريقي. مرحبا يا سهيب. اهلا وسهلا حبايبي، مرحبا بكم، مرحبا بكل الساده المتابعين، مرحبا ايضا بسي محمد، نحب نقول له رمضانك مبروك، ما جاتش الفرصه باش نعيد عليه في المباشر، ان شاء الله رمضانك مبروك انت وكل العائله. شكرا لك، كل عام وانت حبيب خير خويا. الله يخليك سهيب، شكرا لك. سهيب نتناقش شوية مع بعضنا في الموضوع. الحقيقة الوضع ما زال مش واضح لليوم، وحسب ما شفنا محمد، رغم خلينا نقول الاجتماعات الماراثونية اللي قاعدة صايرة ما فماش حلول قاعدة تتخذ بشكل جدي، ما فماش حلول من الطرف اللي بنحكي، ولكن حتى الدولة التونسية ساكتة على روحها. اللي بيشوف الطرف اللي بيشهد عدم استقرار مش من اليوم، يعني منذ اندلاع الثورة ما يسمى بالثورة الليبية، خلينا في النقطة اللي هنا ما نصنفوش، لكن اليوم خرجت المعارك من العاصمة، خرجت المعارك من الإدارات المركزية، أصبحت اليوم من يدير الحدود، من يدير الشأن الليبي الخارجي، من يتحكم في المبادلات التجارية لليبيا. لكن الإشكال اللي صار في أو الحرب اللي خلينا نسميوها اليوم، خاطر تبادل إطلاق نار من الطرفين في الجانب الليبي، أنا يعنيني منه الموقف التونسي اليوم. طبعا يعني الموقف التونسي، تعرف انت ليبيا ماهيش حكومة واحدة، ليبيا ماهيش دولة واحدة، اليوم حكومات متعددة، تونس مع شكون تتعامل؟ شكون الطرف اللي ولكن المعترف بها دوليا هي حكومة دبيبة، لكن الطرف التونسي مع شكون يتعامل؟ لكن حكومة دبيبة هزت يدها من معبر. اليوم الطرف التونسي مع شكون يتعامل؟ لأنه عندك توانسة موجودين في مناطق في ليبيا، في مناطق مختلفة، المناطق هذه تخضع لحكم حكومات مختلفة. ما نعرفش أنا سهيب تتفق معايا أنه اليوم الحكومة التونسية مطالبة أنها تكون عندها دبلوماسية رسمية ودبلوماسية أخرى موازية تقريبا في الساحة الليبية. بطبيعة الحال لأنه المصلحة تقتضي ذلك، خاطر عندك كما كنت تحكي أنت مواطنين، عندك مصالح نتاع مواطنين في بعض الأماكن الليبية اللي غير خاضعة يعني لحكومة دبيبة. أصلا يعني حتى سي محمد لو تابعت أنت مؤخرا يعني المقابلة التلفزية اللي عملها عبد الحميد دبيبة، يعني هو يتكلم على الوضع الاقتصادي في ليبيا، فمقارنة ديريكت مو مشلك قارن لك بالوضع الاقتصادي في تونس، يحكي لك على احد الدول المجاورة، واحنا عندنا الاحتياطي من
العملة الصعبة ما يكفينا لسنوات، خمس سنوات أو أربع سنوات فيما أتذكر، بينما الدول المجاورة لنا لا يتجاوز يعني احتياطها النفط احتياطها من العملة الصعبة لا يتجاوز 3 أشهر. وبالطبيعة يتكلم على تونس وكأنه يعني حتى عبد الحميد الدبيبة من خلال يعني اللحظة بتاع 25 جويلية اللي قامت واللي بطرت المشروع الكبير لإخوان المسلمين، وكأنه يعني يتقصد أنه يخلق صراع أو كونفرونتاسيون مع الدولة التونسية، لأنه أنت كيف ما تعرف اليوم وحكيت أنت بالذات على أنه ليبيا ما فيهاش يعني حكومة واحدة، ما فيهاش يعني فصيل واحد. ليبيا هي مجموعة من الدويلات تحولت ما بعد 2011، وكل دويلة أو كل فصيل للأسف يشتغل وفق أجندة خارجية. اليوم ما عادش نحكيوا على وحدة ليبية، لأنه كل فصيل يشتغل وفق يعني ما ترسمه له بعض الدول الأجنبية، سواء كانت تركيا وقطر من جهة أو كانت الإمارات من جهة أخرى أو الحلف الناتو أو الأمريكان إلى غير ذلك من كل تلك الجماعات المتوزعة في ليبيا واللي تشتغل وتنفذ في السياسات أجنبية. للأسف هذوما كيفاش اليوم الدولة التونسية تنجم تتعامل مع ناس ليست تشتغل وفق منطقة الوحدة الوطنية، ما تشتغلش وفق منطقة الوحدة الليبية من الداخل، ترفض لكل أشكال الصلح داخل الوحدة الوطنية الليبية ومرتبطة بالأساس بقوى خارجية سواء كانت إقليمية أو دولية. فكيفاش اليوم الدولة التونسية اليوم تنجم تتعامل معاهم؟ كيفاش اليوم الدولة التونسية تنجم تنسق خاصة مع الجزائر كقوة استخباراتية بجنبنا؟ فهذا هو السؤال اليوم اللي يمكن أن تطرح. والأكثر من هكا، كيفاش اليوم معبر راس جدير كمعبر اقتصادي للدولة التونسية، كيفاش نجم اليوم تونس تشتغل عبر الدبلوماسية حثيثة من أجل إعادة فتحه؟ وإحنا نعرف أنه اليوم الصراع تحول كما كنت تحكي من المركزية إلى مناطق النفوذ الاقتصادي على غرار معبر راس جدير، اللي اليوم يعني سواء الحكومة عبد الحميد الدبيبة أو الحكومة الأخرى حكومة الطبرق، هي الزوز يعني اليوم متسرعين على من يملك أو من يتحيز نفوذ يعني مع برات جدير. فهو الصراع اليوم وين النجم يكون؟ فبالتالي اليوم يلزم رئيس الجمهورية رأسا ويلزم الخارج وزارة الخارجية تعمل عمل حثيث مع الدبلوماسية الجزائرية من أجل احتواء الأزمة على الأقل مغاربيا. خلونا يا سيدي احنا مع بعضنا، خلونا احنا كمغاربة في بعضنا تو نصلحوا امورنا، تو نمشيوا الامور، تو على الاقل نعملوا وحدة مغاربية في اطار يعني انه نخرجوا الازمة الليبية اليوم من نخرجوا ليبيا من ازمتها. فهذا كله يجب تستغل عليه الدولة التونسية. وما تنساش حاجة زادة سي محمد، انه المتضرر الاساسي اليوم من الازمة هذه اللي موجودة في ليبيا هي تونس، لانه لا قدر الله لو سقطت اليوم الاجهزه او المؤسسات الليبيه وعادت الى ما كانت عليه في 2011 2012 2016، فان تونس ما هيش باش تكون من ما في مأمن من الجماعات الارهابيه والجماعات المتطرفه. وعندك يعني احداث 7 مارس نتاع بن قردين اكبر شاهد على انه يعني اذا فاتت الامور في ليبيا فان الارهابيين والجماعات المتطرفه ماهيش باش تكتفي فقط بالدوله الليبيه، بل باش تحاول انها تتوسع كما رينا داعش اختارت من سوريا الى العراق. فانه ايضا باش تخلق لك فصيل متطرف، فصيل ارهابي باش تشتغل لك بين تونس وليبيا، وهذا يعني يتطلب يقظه امنيه كبيره، يقظه عسكريه كبيره، عمل دبلوماسي حثيث من اجل حمايه الامن الوطني القومي التونسي. فهذا بطبيعته يعني امر متداخل ومتشعب في حد ذاته. واضح. هو لهنا ربما باش نتفاعل معاك سهيب، تونس اوكي مطالبه ان تقوم بدورها الدبلوماسي بمنطق الجوار، بمنطق المجتمع الواحد، بمنطق امتداد المجتمعات هذه التونسي الجزائري الليبي، ولكن فما منطق اخر اليوم لازم الدوله التونسيه تتعامل به، هو منطق المصلحه نتاع البلاد، منطق مصلحه الشعب التونسي. تونس عانات الويلات من الجوار الحقيقة. تونس يعني تحملت الشأن الليبي والصراع الليبي، في بعض الأحيان كان فيه حتى يعني تسامحنا وتغاضينا على بعض الاعتداءات الفردية على حرمة التراب التونسي، وبعض الصراعات اللي امتدت وصلت يعني حتى في بضعة كيلومترات في التراب التونسي وتفهمنا الوضع. لكن اليوم ربما الوضعية لازم تختلف. تونس احتوت المهاجرين جنوب الصحراء اللي شفناهم واكتشف
شفنا والوقت ورانا وقت اللي غلطتنا المنظمات الأممية وغلطتنا المجتمع ما يسمى بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان وغيره، أنه وفود هذه كانت هاربة من ولايات الحروب، واكتشفنا من بعد أنه كان فما مخطط لإسقاط تونس والإجهاز على يعني عليها وإغراقها بالهجرة هذه. اليوم يتحير صراع في وقت خايب برشا، في وقت يعني تونس قاعدة اليوم تصارع تعاود تحاول تبني في وضعية اقتصادية شبه منهارة، تلقى الإشكال الليبي يعاود يطرح ويعاود يتحط على من جديد. عندنا احنا بتعرفوا حجم المبادلات التجارية مع ليبيا ما هوش شوية، من وراء يعني افتعال مثل لوبيات محمد لوبيات يعني حبيت نقصه أنا لوبيات التهريب، لوبيا التهريب، لكن عندها امتداد ماهوش اليوم نأكدوا أو نتأكد منه في قراءة أنه ماهوش موجودين كان في ليبيا. اليوم ربما فما حتى لوبي تونسي ينجم يكون متورط في تأجيج الصراعات هذه، لأنه نعرفوا احنا لتونس ضيقت شوية نوعا ما أو ضيقت برشا على لوبيات التهريب وعلى العصابات، وغادي نشوفوا محمد يحبوا يضيقوا باش يستغلوا مع المعابر غير القانونية، غادي نشوفوا حتى يعني في المخدرات في الزطلة وغيره اللي قاعدة تتشد كل يوم. هل يعني فما اليوم قادرين نحكيه على لوبي آخر قاعد يأجج في الـ في الـ في الـ في الصراع هذا سهيب ولا لا؟ أكيد طبعا، ما تنساش حاجة سي محمد، اليوم أولا خلينا نكون واقعيين، الدولة التونسية لابد أنها تشتغل بمنطق البراغماتية، تشتغل بمنطق المنفعية سواء على مستوى اقتصادي أو على مستوى أمني من أجل حماية الدولة التونسية وحماية الشعب وحماية المؤسسات والأجهزة اللي موجودة عندنا. انت سي محمد تطرقت الى مساله ممتازه اللي هي لو حللنا وفقها سنتهم باننا يعني نشتغل وفق عقل المؤامراتي او نظريه المؤامره، لانه يعني لو تشي انت تفكك الحادثه اللي موجوده اليوم وتقراها في اطار سياقها التاريخي منذ 25 جويلية واحنا جايين منذ لحظه اعلان انه المسار هذا مسار سيادي لا للتدخل الاجنبي، السياده الوطنيه، استقلال القرار الوطني، التعويل على الذات الى غير ذلك، بون يحمل عديد من الهنات، يعمل عديد من الاخطاء، يحمل عديد من البطء الى غير ذلك، الا انه على الاقل في شعاراته الكبرى ما ريناش يعني التوجه هذا منذ دولة الاستقلال لليوم، واحنا يعني نعيشه في فترة الاستقلال او لامس، فنشوفوا انه منذ ما يسمى بثورات الربيع العربي هذه من سنة 2011 يعني كل دولة صارت فيها ثورة الا وفككت وفجرت من الداخل، اما عبر الطائفية واما عبر ارسال الجماعات الارهابية للقتال فيها، وإلا عبر يعني التناحر الداخلي، وإلا عبر يعني الحروب الأهلية اللي صارت فيها، وإحنا عندنا ليبيا مثال، عندنا سوريا مثال، عندنا اليمن مثال، كل هذه الدول اللي صارت فيها يعني صارت فيها إما تطرف إرهابي أدى بسقوط الدولة أو محاولة إسقاط الدولة أو تفكيك الدولة من الداخل عبر الحروب الأهلية. إحنا في تونس الحمد لله عندنا درجة من الوعي كبيرة وكبيرة جدا ومتقدمة، بحيث أنه قضينا على منطقة ما عدناش بطبيعته منطقة طائفية، قضينا على منطقة الجهويات هذه وإن كانت موجودة في أنفس بعض في بعض الأنفس المريضة، إلا أنه على مستوى وطني وعلى مستوى شعبي ما عدناش لمنطقة الجهويات، لا عندنا منطقة العروشية. هذا كله يعني ما خلى الاستراتيجية الكونية الإمبريالية ما تشتغلش في تونس وفق يعني أنه تكون هنالك تفجير للمجتمع التونسي من الداخل، بالتالي اليوم تلتجئ الإمبريالية عبر بيادقها وعبر أذرعتها وعبر لوبياتها وعبر الرأسماليين المرتبطين بها من أجل أنها تأجج الأوضاع من الداخل التونسي. نشوفوا يعني اليوم اللي يتحكموا في الاقتصاد، وانت أول ما ذكرت يعني أنه رمضان بتاع السنة تميز بعدم استقرار اقتصادي، فهذا لم يأتي من عبث، يعني نشوفوا أنه اليوم المتسبب في فقدان المواد الأساسية والمتسبب في ارتفاع أسعارها والمتسبب في الاحتكار والمتسبب في المضاربة، صحيح اليوم فهم فقدان الدولة، فما فقدان الرقابة، فما تغاضي من أجهزة الدولة، فما حتى اختراق من داخل أجهزة الدولة اليوم موجود، لكن المتحكم الأساسي فيها هي الرأسمالية العالمية اللي خلات أنه اليوم المجتمع التونسي جوع من أجل أنه يثور على المنظومة القائمة اليوم اللي هي منظومة سيادية.
اكثر من هكا. مشكلة الهجرة الغير مناسبة الأفارقة الى تونس هي هجرة مرتبة من الخارج الى الداخل، لولا يعني خيانات الداخل من بعض الحقوقيين الموجودين اليوم في في في, في تونس، وتصديرهم حتى لمشهد انه تونس دولة ديكتاتورية وتونس دولة عنصرية، حتى بعض الجهات الليبية يعني ساهمت في الصورة هذه حتى سهيل حتى الى غير ذلك. نعم في حد ذاته سهيل نستسمحك نستسمحك على الوقت، جست نحب ناخذ رايكم في تصريح دبيبة اللي قال احتياطنا جيد ويكفينا لسنوات ودول مجاورة لديها احتياطي لا يكفيها 3 أشهر، هذا ردا منه على منتقديه للعمل الحكومة متاعه. لا منتقديه لا ردوا لواحد، هذا تو هذا تصريح متاع رئيس حكومة متاع إنسان مسؤول باش يجمع شمل الليبيين، هذا تصريح متاع مسؤول في البلاد اليوم قاعد عنده يعني شبه حرب في التراب الليبي. هو ما سميش الدول المجاورة شكونهم، دي واضحة الدول المجاورة شكونهم، تونس ولا الجزائر. ما سميش أنا فقط يعني في ربما في التعليق هذا هو صحيح، ربما رصيد ليبيا من الذهب ومن الدولارات يكفيها لسنوات، لكن عنده 84 مليار دولار. ما الفلوس في حكاية فارغة في تاريخ الشعوب وفي عقلية الشعوب وفي تصنيف الشعوب. احنا اليوم في تونس صحيح ما عندناش ثروات ماليه، ما عندناش ثروات بتاع الذهب اللي تتقيم، لكن عندنا ثروه اكبر من هكا، احنا عندنا ثروه بشريه ما تتقيمش، عندنا اليوم رصيد من الادمغه التونسيه، عندنا رصيد من الكفاءات الوطنيه، عندنا رصيد من الدوله المدنيه ما يكفي الاف السنين لاولاد اولادنا. وهاو ديجا عندنا مثال، احنا بعد شويه مش ناخذ وليدات يعني مش نجيبوك مش نجيبوكم مصروف من رصيدنا البشري ومن رصيد تونس من الدولة المدنية لمئات السنوات اللي كما خناش لقرون. واضح، هذيك الصحة محمد، شكرا لك يا سهيب. شكرا لك حزامي، الله يخليك، مشكور جدا الناشط السياسي سهيب مزيج. وعلى فكرة حزامي فقط انه الخطاب هذايا اللي قاله رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ليس من بنت افكاره، وانما هو مملى عليه من اجل تصدير الازمة اللي موجودة في ليبيا الى قطر تونس. واضح جدا، يعطيك الصحة يا سهيب، شكرا لك. مازلت دقيقة تفصلنا على موجز الاخبار، من بعد اش نرجع نورت البلاد، اش نرجع نحكي بكل حاجة جزء من ثروات البلاد. وي خلينا نشوفوا هل هذا احتياطي ولا مش احتياطي. طبعا يلا دقيقة تقابلكم ملك الدوزي في الاخبار.